في الحلقة اللي فاتت صفوة الرسام طلعت له لوحة غريبة كان مرسوم فيها شخص اسمه سلطان، اتجسد وابتدى يعمل ألعاب تشبه ألعاب الجان، ووعد صفوة إنه يحقق له أحلامه وينور له المستقبل قدامه، بس على شرط إنهم يتفقوا. نتفق على إيه؟ أنا ما عنديش حاجة أقدمها لك. لا، عندك كتير. قولي أنت عاوز إيه بالظبط وأنا أعملهولك، ما بحبش الكلام العايم ده. لا عايم ولا حاجة، كل ما في الأمر. أنت كويس يا أستاذ صفوت؟ عاوز إيه يا زينهم؟ يلا عشان تنزل تجيب الخضار، عشان شحتة حرن ومش عايز يجيب لنا حاجة. أنت عاوزني أنا أنزل أجيب الخضار؟ ما تنزل أنت. من اللي هطبخه يا صفوت؟ يلا بقى بلاش ضيع وقت. امشي يا زينهم، امشي من هنا، ولو خبطت على الباب ده تاني هقطع لك ايدك. يا عم لا تقطع لي ايدي ولا تقطع لي رجلي، واني مال اني هتغدى من زلعه المشي بتاعتي، وانتوا بقى كلوا بعضكم. غور من هنا، امشي من قدامي بقى لافتح لك دماغك. انت رحت فين يا سلطان؟ انت يا سلطان ولا حتى اللوحه موجوده؟ الله يخرب بيتك يا زينهم، ما بيجيش من وراك غير البلاوي. هو في ايه؟ صفوت بقاله اسبوعين ما بيسيبش اوضته وما بينكفش فيك يا زينهم زي الاول، هو كويس؟ هيجراله ايه يعني؟ ما زي القرد اهو. تلاقيه بس عامل مديتيشن مع نفسه، انت عارف بقى الفنانين دول ليهم حاجات غريبه كده. استغفر الله العظيم، بقى قافل على نفسه اوضته عشان يعمل محرمات. محرمات ايه يا زينهم بس؟ ايه المحرمات في اللي انا قلته ده؟ مش الميريليشن دي حاجه حرام؟ لا يا سيدي، مش حاجه حرام ولا حاجه. عرفتيه تبقى كالوني. انت تحفة يا زينهم، والله انا مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. الله يحزك يا سعيز. سلطان! مين سلطان اللي بينده ده؟ لا يكون صفت مأجر الأوضة من البطل لواحد تاني. لا يا سعيز بيه، اني هفهمك اللي فيه. اللي اسمه صفوت ده كان في اوضته بيسمع مسلسل حريم السلطان، وكل ما هيام خان وتعوز سلطان بيناديلها عليه. انت قلت لي انت منين يا زينهم؟ خليكوا انا اللي هفتح الباب. يا حمد لله على السلامه يا سي صفوت. بس مش عايز حد يتكلم معايا. مساء الخير يا استاذ صفوت. ايه في ايه؟ حد بيرمي عليك ازاز تاني؟ لا بيه، ده انا طالع اسال لو عاوزين حاجه من تحت ولا حاجه. لا يا سيدي متشكرين. وهو عشان انت معايزش حاجه يبقى كلنا مش عايزين؟ استنى يا شحت، هات لي معاك حاجات من السوبر ماركت. ما بجيبش. ليه بس كده يا شحت؟ انت مش بلع لي الميه ليه يا اخي؟ ابلع لك الميه ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني تعاملني على اني به من البهوات دول؟ افرج ايه انا يعني عن عز بيه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اقصد يعني انا افرج ايه عن الست ساسو؟ والله لو عاوز تبقى زي الست ساسو دي حاجه ترجع لك، ونقول لك يا انسه زينهم. صدق انك عفش وهخليه يوم طين على راسه. خلاص يا زينهم عيب كده، ما يصحش. خلاص يا شحته. ايه اتاخرت عليك؟ انت فين؟ اظن مش من الذوق ابدا انك تسيبني وكان في ما بيننا كلام لسه مخلص. انت اللي رحت اتكلمت مع صاحبك، حسيت انك مشغول فما حبيتش اعطلك. رحت فين ده كله؟ وفين صورتك؟ في ناس كانوا عايزين يحققوا احلامهم، رحت حققتها لهم واديني جيت لك اهو. ما هي وراك ايه؟ طب يلا شوف بقى انت عاوز اعمله لك عشان تخلي مستقبلي زي اللحظة اللي كنت بستلم فيها الجايزة وفوقتني منها. انا مش عايز منك حاجة اكتر من انك تتعامل كواحد مشهور كنجم مش اي حد ممكن يوصله. بس كده اتفقنا. وانت من دلوقتي بقيت مشهور، واظن انت عرفت لما تعوزني هتجيبني ازاي. لا مش عارف ازاي. شغل دماغك شوية يا فنان، ورد على التليفون واستقبل الشهرة. الو، ايوه انا صفوت. وحضرتك عرفت منين ان عندي صورة اسمها كبريائي؟ انهي معرض ده؟ طبعا نتقابل في اي مكان. هو ايه اللي ب800 ألف؟ حضرتك عايز تشتري اللوحة بتاعتي ب800 ألف؟ اجيلك دلوقتي. ايه في ايه؟ مسروع ليه يا اللي على الباب؟ استاذ صفوت موجود. استاذ صفوت هنا، محتاجين نقابله ضروري. انا اللي هقابله الاول، انا جيت قبلك. هو في ايه؟ نصب عليكم ولا ايه؟ في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ انت استاذ صفوت؟ لا يا سيدي مش استاذ صفوت. خير في حاجه؟ احنا صحفيين ومحتاجين نقابل استاذ صفوت، دي لوحته عامله ضجه، من فضلك حد يندهلنا. ادخل يا شاطر انده لنا استاذ صفوت والنبي. شاطر مين؟ جاك وجع في صرصور ودنك. مالك زعلت ليه؟ خليني اقابله الاول وانا هشوفك باي حاجه. شوف مين يعمل بصر انت، انا هنا زي الاستاذ صفوت بتاعك ده. ده منشط عظيم. انت اسمك ايه؟ زينهم. الفنان يقيم مع زينهم المواطن التعبان. هو مين ده اللي تعبان يا راجل يا كاتيان؟
اطلع برا بيتي يا وام. طيب يا سيدي ما تزعلش، حقك عليا، بس والنبي خليني اقابل صفوت بيه. في ايه يا جماعه الدوشه دي؟ الواحد هنا بيفقد كل معاني الريلاكس. انت مرات استاذ صفوت؟ انت عاوز ايه بالاسئله دي كلها؟ اتفضلوا انزلوا على القهوه اللي تحت وانا هبعت لكم صفوت لحد عندكم. مين بيسال عليا؟ انا صفوت بيه. انا صفوت بيه. الله 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 الله، ده ايه الشياكه ده هي اللي انت فيها يا استاذ صفوت؟ ايوه صحيح، امال ليه كل ما اقول له ادفع الايجار بيدعي الفقر؟ تسمح لي بسؤال يا استاذ صفوت؟ لا انا اللي جاي الاول. هجاوب على كل اسئلتكم كلكم، بس واحد واحد بالدور. لا بقى، احنا نروح نجيب كرسيين ونشوف استاذ صفوت وهو بيجاوب على الصحفيين، عشان بقى في بيتنا مشهور. قول لنا يا استاذ صفوت، كنت بتفكر في ايه وانت بترسم لوحه اخر رشه في حياه حشره، خاصه انك اخدت عليها اكتر من جايزه؟ اكيد كان هيفكر في الصراصير اللي بتطلع علينا من منور، عشان السكان المعفنين اللي بيرموا الزباله. اسكت بقى، ما ضحكناش يا زينهم، خلينا نسمع. ما اقدرش اقول اني كنت بفكر في حاجه معينه، لكن شفت في الافق بعض الخيالات. هو يطلع فين الافق ده يا استاذ عز بيه؟ بقول لك ايه، اسمع زينهم، جايز تستفيد. استفيد من مين؟ من صفوت؟ ده نص الكلام اللي هيقوله ما بفهموش. طيب خلاص، قوم شوف ساسو فين، علشان هيفوتها نص عمرها لو ما اتفرجتش على اللي بيحصل ده. مش قادر والله يا استاذ عز بيه. قوم انت. لا 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 لا، مش مهم، خلاص كلمنا عن الاعمال اللي لسه ما طلعتش للنور. خلاص يا جماعه، خلاص كفايه اسئله قوي كده، واوعدكم اني قريب قوي هعمل مؤتمر صحفي اجاوب فيه على كل اسئلتكم. والله وبضيت لك في القفص يا واد يا صفوت، نجاح وشهره لا كانوا على البال ولا على الخاطر، اما اللي اسمه سلطان ده زبطك بشكل. وهو عمل ايه يعني؟ خلى الناس تاخد بالها من لوحاتي؟ بس انا عمري ما كان عندي لوحه باسم اخر رشه في حياه حشره. وايه يعني؟ المهم اني اتشهرت وخدت مساحه، دلوقتي لازم اسيب بقى الشقه دي وانقل في بيت كبير يليق بمركزي. بس انا لقيت صوره سلطان دي هنا في الشقه، ويا عالم لو مشيت من الشقه دي هيطلع لي تاني ولا لا؟ وماله، اساله فين صورته بقى عشان يحضر. هي فين الصوره؟ رحت فين تاني يا سلطان؟ يا سلطان اظهر وبان. هو مش قال لي لما تعوزني هتعرف تحضرني تاني؟ يا ترى بيتحضر ازاي سلطان ده؟ الو، مين؟ اهلا وسهلا يا فندم. طبعا طبعا، بس انا ما عنديش تاشيره. لا طبعا، ما تلحقش تطلع بكره، واكيد حضرتك قادره يعني بالموضوع ده. لا عيني حاضر، هبعت لحضرتك الباسبور بتاعي مع السواق. اسمه زينهم. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. ايه ده، انجلترا مره واحده؟ دي طاقه القدر اتفتحت لك يا صفوت. كنت فين من زمان يا سلطان؟ وش معنى اخترتين انا من بين الناس كلها عشان تسعدني السعاده دي كلها؟ هي راحت فين بقى الصوره؟ بس مسيره مسيره هيظهر تاني. يا زينهم، انت اللي اسمك زينهم. خير يا سي صفوة؟ امر. تحب تشتغل معايا؟ اشتغل معاك؟ لا يا سيد الله الغني. يا ابني افهم، اشتغل معايا وانا هخليك تعدي. عدي انت من هنا؟ لحسن عز بيه مستحلف لك على الكوبايات اللي الضيوف بتوعك كسروها، وبيقول انه هيدفعك تمنها على اجرة الشهر الجديد، ويا ريت بقى ما تأخرهمش زي اجرة الشهرين اللي فاتوا. اخرس شهرين ايه؟ انا اشتريك انت وعز بتاعك ده. ليه كام عز ده؟ ياه 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 ياه، يا خبر ابيض، كل دي فلوس جبتها منين يا سي صفوت؟ مش مهم جبتها منين، المهم تشتغل معايا ولا لا. اشتغل معاك طبعا، ويدي عاوزة كلام.